السلام عليكم. احنا في الحلقة الخامسة من موضوع اللي هو الخرافات والاشتغالات بتاعت كمال الأجسام اللي احنا بنشوفها في الجيم أو بنسمعها من اللي حوالينا. بص بقى، أنا عايزك تاكل زي ما أنت عايز، كل حاجة تلاقيها في طريقك تقوم إيه ضاربها، طالما أنت واخد بالك ومقلل إيه نسبة الدهون في الأكل اللي أنت بتاكله. الكلام ده مش مظبوط، لأن احنا كنا اتفقنا قبل كده إن أنت التغذية السليمة في كمال الأجسام لازم تبقى متوازنة بين الكربوهيدرات والبروتين والدهون، يعني لازم تاكل التلاتة وبنسب محسوبة حسب وزنك وحسب الأهداف اللي أنت عايزها. ومحصلة الأكل كله بيديك سعرات حرارية معينة في الإيه في اليوم. إمتى الجسم يحوش دهون؟ لما تاكل سعرات حرارية أكتر من اللي جسمك بيحرقه، سواء بقى خدتها من دهون، من كربوهيدرات، من بروتين. جسمك طالما مش بيستفيد بالكمية الكتيرة اللي أنت بتاكلها دي، غالبا هتتحوش في هاي الدهون. بص بقى، أنت عشان تعمل جسم قوي وحيطة وناشف لازم تروح أحدث جيم، عشان عندهم كل حاجة هناك، في دامبلز وفي ماشينز وفي كل حاجة، كل الأجهزة اللي أنت عايزها عشان تعمل جسم في أسرع وقت ممكن. لو الكلام ده صح كان زمان الجماعه بتوع زمان اللي هو ارنولد ولي هاني والناس اللي هم التقال بتوع زمان دول ما كانوش عملوا الاجسام الجامده دي. طبعا معروف ان الماشينز او المكن بيساعد شويه مع التمرينات العاديه اللي هي بالبار والدمبلز اللي هي الكلاسيكيه، انما اثبتت الدراسات كلها ان الماشينز دايما بتبقى الفعاليه بتاعتها اقل على العضلات من الايه الدمبلز والشغل بالبارز اللي هو التمرينات الايه العاديه. بص بقى، انا عايزك تفتح اي مجله او اي وتخش تدور على النت وتشوف المكملات اللي الايه الابطال كمال الاجسام بيستخدموها، هي دي اللي هتبقى من الاخر، ما تقعدش تلف وتدور، هي دي اللي تروح تشتريها. الكلام بتاع لما يجيب لك بطل من ابطال كمال الاجسام كده متصور جنب مثلا علبه واي بروتين او كرياتين ويقول لك هي دي اللي من الاخر وعملت شغل ومجايبه، طبعا كلنا عارفين ان الاجسام اللي احنا شايفينها دي بياخدوا منشطات، فحته ان هو يقول لك المكمل ده او المنتج ده بيزود 10 كيلو 5 كيلو عضل مش عارف في كام شهر وبتاع، طبعا الكلام ده كله اشتغالات. غالبا الراجل ده اصلا ما بيكونش بيستخدم الايه السبلمنت ده في معظم الحالات يعني، فدي عباره عن دعايه وبروباجندا، لان في ناس كتير بيسالوني عن المنتج ده، وكلنا لازم نبقى عارفين ان السبلمنتس بدون التغذيه السليمه مش هتعمل حاجه. ويا ريت يا جماعه لو حد عنده اي سؤال او استفسار يا ريت يبعت لي وان شاء الله هرد عليه، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا شير او لايك او سبسكرايب، واشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله، والسلام عليكم.